ما هي حقيقة الأرض التي تحدث عنها ريتشارد بيرد سنة 1954 وقال؟ But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And it's, I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous So challenge. There's a lot of adventure left down at the bottom of the world. حياكم الله. أنتم تشاهدون قناة حقيقة أم خيال؟ في الحلقة الماضية تحدثنا عن المذكرة السرية المفقودة التي تنسب إلى ريتشارد بيرد وتحكي لقاءه مع مخلوقات متطورة في جوف الأرض من جهة القطب الشمالي. أوضحنا بالدليل أن المذكرة مفبركة وليست صحيحة، ومن جملة ما ذكرنا المذكرة تحتوي على نص حواري مأخوذ من فيلم Lost Horizon الذي صدر عام 1937. المذكرة تحتوي على تدوينات منسوخة من المذكرة الرسمية التي نشرها بيرد سنة 1928. المذكرة تضع شهر فبراير من سنة 1947 كتاريخ للرحلة، وحينها كان بيرد في بعثة أخرى في القطب الجنوبي ضمن عملية Operation High Jump. المذكرة تضع توقيت الرحلة في فترة الانقلاب الشتوي، حيث يكون القطب الشمالي في ظلام دامس لمدة 6 أشهر مع وجود عواصف ثلجية وظروف طبيعية يستحيل مجابهتها. اليوم بإذن الله سنوضح ماذا قصد بيرد من كلامه حول الأراضي المكتشفة وراء القطب الجنوبي. بداية لنكن دقيقين، يجب أن نفرق بين أنتاركتيكا والقطب الجنوبي. أنتاركتيكا هي القارة بكاملها، بينما القطب الجنوبي هو فقط نقطة محددة على تلك القارة. وإن كان الناس يسمون أنتاركتيكا بالقطب الجنوبي فذلك فقط مجازا، لكن في السياق العلمي هناك فرق بين الاثنين. بيرد يقول في اللقاء التلفزي إن الأراضي تقع وراء القطب الجنوبي بالنسبة لأمريكا الصغرى أو Little America. أمريكا الصغرى هذه هي القاعدة الأمريكية بأنتاركتيكا، وهذا هو مكانها على الخريطة. حسنا، أين القطب الجنوبي؟ القطب الجنوبي هو هذه النقطة. إذن بالنسبة للأمريكيين بقاعدة Little America، المنطقة ما بعد أو خلف القطب هي هذا الجزء من قارة أنتاركتيكا، وهو قد قال عنها كبيرة كبر الولايات المتحدة الأمريكية. هذه مقارنة بين الاثنين، قارة أنتاركتيكا والولايات المتحدة الأمريكية. تبقت نقطة أخيرة، وهي إنه قال أرض ولم يقل جليد، وقال أيضا إنه لم يسبق لأي إنسان رؤيتها من قبل. نعم صحيح، أنتاركتيكا قارة وليست مثل الأركتيك أو القطب الشمالي، فالقطب الشمالي مجرد ماء متجمد ليس تحته شيء. بذوبان الجليد سيكون هناك ماء فقط، بينما أنتاركتيكا قارة قديمة جدا، وهي أرض كبيرة وشاسعة تغطي بعض أجزائها كميات هائلة من الجليد. بذوبان الجليد ستظهر القارة كاملة بجبالها وهضابها وسهولها ونظامها البيئي المنقرض، لذلك هي مركز بحث علمي ضخم يشهد اليوم تواجد القواعد والمختبرات العلمية لدول كثيرة بمختلف المجالات من أجل دراسة كل ما يتعلق بتلك القارة القديمة. وكما ذكرنا أنتاركتيكا ليست كلها جليد، هناك أجزاء منها لا يغطيها الجليد، وقد تم تسجيل فيديوهات لها في البعثات الأمريكية، وهي موجودة في تسجيلات البعثة الرسمية ومتوفرة أيضا للعموم لمشاهدتها، بل إن المقاطع في هذه الحلقة من البعثة ذاتها. أما بخصوص جزئية عدم ظهور التضاريس في خرائط جوجل فهذا أمر تقني ومعروف، لأن الأقمار الصناعية التي تصور الأرض تستخدم تقنية Mercator Projection لرسم الخرائط، حيث تقوم بتصوير كل منطقة تمر فوقها ثم يتم تجميع الصور في صورة واحدة كبيرة. وبما أن مسار هذه الأقمار لا يمر من فوق القطبين فإن تلك المناطق لا تظهر تفاصيلها، وبالتالي يتم ملء الفراغ الأسود في الصور باللون الأبيض فقط لإخفاء العيوب.
التقنية معروفة ومصرح بها ومشروحة بتفاصيلها. زبدة القول، بيرد لم يتحدث عن أي أرض خرافية، لم يتحدث عن أي جدار خرافي، لم يتحدث عن أي أساطير ومؤامرات تعشش في عقول البعض. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.